عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرآوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه متقدم صبغ الخيول برمحه أبو فاضل صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدم ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده ما يرضى صاحب غيرة صاحب حمية وسكينة جايبة إليه الرضيع أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات مفعم يقل يا نار العين أن ترخصني العزمها ما لي أخويا عن ورود المشرع أعلى قصدي أرومها الندي من فضل وداج طفلك يا خويا حسين فت قلبي بونين حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانه وحالته والله شعب حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عين هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي
ترتعش وتقلي يا عمي ذايبح مدة 3 أيام والله ما ضقيت ماي واحنا يا خويا الموت لازم واردين يقل لا يقط بالحرب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفل الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك عليه يلا شوف عزازة الأخو يا عباس تدري وحدتي بعدك مجيدة وانت يا خويا الجيش سردال وعميد وتدري الأخو للموت ما يسلم عضيدة والحادي الضعضاع من فارق عوين يقول لا يا حسين ترخصني أنا لها اليوم مدخول والله بالمطهام لدوس خدوم وتدري بهالتربة وتدري اليوم وبالغاضرية النمرة من قاصدين لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الآية المباركة تشير إلى نوعين من أنواع المعرفة المعرفة الآفاقية والمعرفة النفسية سنريهم آياتنا في الآفاق المعرفة الآفاقية وفي أنفسهم المعرفة النفسية
حديثنا أيها الأحبة في النوع الثاني، وهي المعرفة النفسية التي تعنون وتعرف بعلم العرفان، وذلك من خلال عدة محاور. المحور الأول في مضمون ومفهوم المعرفة. المعرفة لها اصطلاح لغوي ولها اصطلاح عرفاني يخدم موضوع البحث. المصطلح اللغوي، في المصطلح اللغوي يقول العلماء أكو فرق بين العلم وبين المعرفة. لما تقول أعلم ولما تقول أعرف، العلم يقولون ارتسام صورة الشيء في الذهن، أي شيء تشوفه ترتسم صورته في الذهن هذا يسمونه علم. أما المعرفة فهي مرحلة متقدمة على العلم، تطبيق هذه الصورة على المخزون المعرفي، المخزون اللي بالذهن بالعقل. مثلا وانت تقرأ أو تطالع التلفاز مرت عليك صورة واحد، هذه الصورة لما انت كنت تقرأ الجريدة وشفتها ارتسمت في عقلك، هذا علم. أما إذا اشتغل العقل يقول تعال هذا كأني أعرفه، وين شايف إن هذا الإنسان؟ شوفك تسرح دقيقة شوية أقل أكثر، العقل قاعد يبحث في الملفات في الأرشيف، إيه والله هذا فلان كان وياي في موسم الحاج في السنة الفلانية. أنت انتقلت من العلم إلى المعرفة لأن صار تطبيق إلى الصورة على في المخزون المعرفي. المعرفة في المصطلح العرفاني، علماء العرفان يقولون المعرفة هي التوصل من خلال انكشاف حقيقة النفس إلى انكشاف حقيقة الباري تبارك وتعالى. والحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وآله شي يقول من عرف نفسه عرف ربه. ولذلك تشوف كثير من أصحاب الملل والديانات والمذاهب والنحال مثل البوذية، المانوية، اليهودية، المسيحية، الإسلام وغيرهم، اعتنى بعضهم بمعرفة النفس لأغراض، كل دين وكل مذهب تختلف الأغراض. أما أنا وأمثالي الغارقون في عالم المادة، شوف بعضنا من الصبح إلى الظهر، بعضهم لا إلى المغرب عمل كسب لقمة عيش ويرجع البيت ما لي حاجة في بدنه بعد، وإذا صادوا الأولاد والزوجة بعد هذا وين مول. إحنا نقرأ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما ممكن الإنسان يشتغل بعملين في آن واحد. هذا الغارق في الماديات في عالم الدنيا بعد تقول إلى تعال عرف نفسك. أكو فئة من الناس لا، نذروا وقتهم أنفسهم الجهد من أجل اكتشاف خبايا هذه النفس، معرفة هذه النفس. والناس طوائف في معرفة النفس، أكو طائفة تريد تعرف النفس من أجل انكشاف أو اكتشاف العجائب والغرائب مما وراء هذه النفس. شوف بعضهم يحبس روحه بحفيرة بحفرة 6 شهور مثلا، واحد يدرب نفسه على أكل الرمل، واحد على أكل الزجاج، واحد ما يأكل لحوم. ليش؟ قال أريد أكتشف العجائب، سحرة مشعوذون من أجل اكتشاف عالم الجان، تحضير الجان، عالم الأرواح. هذا أكو صرف من الناس من أجل السحر والشعوذة. أكو طائفة أخرى لا، تريد تكتشف النفس كرياضة، رياضة. مثل شنو؟ قال شايف هبة اليوم
المديتيشن الموجود اللي هو التأمل. خذ تأمل إذا أنت تريد تكتشف نفسك لأجل اكتشاف الله، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة لتهذيب النفس. بس أكو بعضهم يأخذها كرياضة، شوف يبتعد عن كل متعلقات الدنيا، لا هاتف، لا ما أدري شلون، لا سيارة، لا طلعة، يحجز روحه في مكان يحاكي روحه، يدخل في أغوار نفسه من أجل معرفة هذه النفس كرياضة. أكو طائفة لا تريد تعرف النفس من أجل معرفة الله تبارك وتعالى، من أجل الاقتراب من الله تبارك وتعالى، من أجل الذوبان في الله تبارك وتعالى. فهذا المحور الأول. المحور الثاني، أكو خطوات نظرية في علم العرفان، لو مو أكو، قال أكو نظرية، خطوات نظرية، كل علم إليه خطوات نظرية، خطوات عملية، تطبيق. الخطوات اللي يحتاجها الإنسان إلى الدخول في عالم المعرفة شنو؟ قال أهم خطوتين كالتالي. الخطوة الأولى أن يدرك الإنسان إلى أين المنتهى، بمعنى أنت بهالدنيا متعلق بأملاكك، بأموالك، عندك زوجة، عندك أبناء، عندك بيت، هذه المتعلقات المادية أنت تقدر شوية تبعد روحك عنها، تقدر شوية تعزل نفسك عن الجوانب المادية، لأن المنتهى أشرنا في أحد الأيام أنت مو مخلوق إلى الدنيا، المسير نحو من؟ نحو الله تبارك وتعالى، نحو الكمال، لما أشرنا في أحد الأيام نحو الكمال. إن إلى ربك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأول خطوة أن يسأل الإنسان نفسه، أقدر أنا أتباعد عن متعلقات الدنيا والمتعلقات المادية؟ الخطوة الثانية أن يدرك حقيقة نفسه إدراكا حضوريا لا إدراكا حصوليا. إيش معنى هالكلام؟ علماء المنطق يقولون العلم يقسم علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحصولي هو ارتسام صورة الشيء في عقل الإنسان، أما العلم الحضوري فهو حضور نفس الشيء في عقله ووجدانه. أوضح لك أكثر، الآن أنا لما أشوفكم الأحبة، كل واحد رسمت صورة في عقلي، طولك، عرضك، ملامحك، إذا واحد تحكى وياه حتى صوته بعد خلاص ارتسم مع هذه الصورة. لذلك لما يسألني الأستاذ يقول فلان، أنا على طول استدعيته من زمان، العقل استدعاه بصورته، بصوته، بكيانه، بقسماته، استدعاها العقل. هذا علم حصولي. بعد قال سماعك إلى القرآن الكريم وقراءتك، بعد إذا شنفت أسماعك بالقرآن الكريم، الآيات لما تسمعها وتدخل بالأذن، شي يصير العقل يحولها مباشرة إلى صور مرئية. مشوف أنت لما يقرون إليك القصص في القرآن، العقل كأنك أنت تشوفها صور تمر أمامك، صح لو لا؟ هذا علم حصولي. العلم الحضوري شنو؟ قالوا أحزانك، أتراحك، أفراحك، هذه الأمور التي أنتجتها أنت، أنت هذه خاصة بيك، ما استدعيتها من الخارج. كل إنسان حزنه يختلف عن الآخر يا جماعة، حتى في مسألة مصيبة الإمام الحسين، هذه أبرز مثال. أكو واحد تشوفه يتفاعل مع المصيبة، يعني مو 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 حتى بالبكاء دائما، لا لا، واحد يتفاعل بحضوره، بالتزامه بالإمام الحسين، التزامه بالمأتم، يحاول هذه العشرة يكون على مسلك الإمام الحسين. كل واحد شلون حضر الإمام وفهم الإمام في وجدانه يتعامل معه وفقا لهذا المنطق يا جماعة.
أحزانك ولو تأثرت بصورة خارجية، لكن هذه ملكك أنت، أنت من أنتجتها وليس غيرك. أعطيك بعد مثال آخر. يقول العلماء، كل واحد فينا يا جماعة، كل واحد عندما يذكر الله أمامه، كل واحد مستواه الديني، مستواه المعرفي، مستواه العلمي، ارتباطه بالقرآن، ارتباطه بأهل البيت، يشكل له صورة عن ربه. مو لازم صورة دقيقة، لا لا، مو قصدي صورة دقيقة، بس كل واحد يشوف ربه بمنظوره. أما علماء العرفان، لا، مو مثل مثلي وأمثالي، إذا ذكر الله صورت، لا لا، هم يرون نور ينقدح في قلوبهم، حضور وجداني كأن موجود في الداخل معه، متى غبت حتى ما يغيب عنه. عميت عين لا تراك، إني لا أرى شيئا إلا وأرى الله فيه وقبله وبعده. الله نور السماوات والأرض، قل الذين يرون هذا النور. أيها الأحبة، هذول اللي وصلوا إلى مراتب عالية جدا. المحور الأخير، الخطوات العملية، ونتكلم عنها إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الخطوات العملية، كل علم له جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب التطبيقي بعلم العرفان يحددوها العلماء بخمس خطوات عملية. أول خطوة قالوا المراقبة. المراقبة يعني شبيهة بعملية، شايف الأوديتين اللي هي التدقيق، تحليل. يعني أنت تراقب نفسك، تشوف شنو الناقص اللي عندك، شنو الإيجابيات، شنو السلبيات، اللي فيها إيجابي أقويها، اللي فيها سلبي، عقيدة بالقرآن مع أهل البيت. أرسم إلي صورة دقيقة عن نفسي من خلال المراقبة، وأعرف واحد أنت بنفسك. ما أقدر أنا أجيك أقول لك هذا نقص، يمكن أزيدك يعني أعطيك إفادة. أما الواحد، كل واحد يعرف نفسه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، قالوا الخطوة الثانية هي المحاسبة. المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كم واحد فيني حاسب روحه؟ قليل. أنا اليوم كم زل علي، اغتبت منه، ولذلك أنا أغتابك بعد يومين ثلاثة، أوقف بوجهك أضحك مستانس ولا كأني مسوي شيء. نسيت الذنب وراح، أنت نسيته، بس اللي كتبوه نسوا، ما ينسون. فالإنسان لو حاسب نفسه بشكل دائم تقل زلاته، لو ما تقل تقل. ليش تقل؟ لأن المحاسبة مرتبطة بمرحلة بعدها وهي المعاتبة. المعاتبة اللي هي نسميها الضمير، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس. الإنسان اللي ضميره بعد ينبه، هذا على خير، لا زال في أمل. أما إذا أذنب الواحد ذنب ولا لا أنب ضمير ولا أبدا، حط راسه على الوسادة ولا كأن صاير شيء، هذا الضمير كرامة الميت، تعجيل دفن، خلاص مات الضمير، ماكو فائدة منه. المرحلة العملية اللي بعدها شنو؟ قال المعاقبة. هذه النفس ترى بحاجة إلى تأديب. هي نفسي أروضها بالتقوى، تحتاج إلى تأديب فعلا. ترى إذا تترك الحبل إلى النفس توديك إلى التهلكة. شوف أمير المؤمنين عليه السلام، يوم من الأيام دخل المسجد، شاف رجل وبيد السبحة مثلي وامثالي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال لي، أتدري ما الاستغفار أنت؟ قال لا.
قال الاستغفار منزلة العليين وهي قائمة على عدة معاني. شوف خلني أربط إليك المعاقبة الآن. أول شيء قال إلى أن تعمد إلى العبادات التي ضيعتها فتؤديها. اثنين أن تعمد إلى حقوق الناس المضيعة فترجع هذه الحقوق. ثلاثة التفت إلى المعاقبة اللي يقول عنها أمير المؤمنين أن تعمد إلى الشحم واللحم الذي نبت على السحت والحرام فتذيبه. ايش أكلت أنت؟ يقول عاقب نفسك حتى إذا هذه النفس رضخت إليك أنت على خير، أنت اللي تقودها مو هي اللي تقودك. النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، تتخليها على كيفها. الخطوة الخامسة والأخيرة قال المواظبة. الثمرة اللي أنت حصلتها لا تخسرها. مو شايفنا يا جماعة إذا توفقنا إلى زيارة معصوم مثلا نسأل الله الوصول، أو إلى الحاج إلى العمر إلى العمرة، تشوف روحك بهالأماكن عندك شحنات روحية لو ما عندك، دعائك غير، صلاتك غير، مقبل على العبادة. لكن من ترجع يخلص الشارج لو ما يخلص من هالشحنات، يوم بعد يوم تشوف روحك لا رجعت الأولي. إيش تحتاج؟ تحتاج إلى مواظبة، إما بالتكرار الزيارة وتكرار العمرة وهاي الأمور، وأما الأعمال اللي أنت كنت تسويها هناك هني بعد لا تنساها، خلك على نفس المنوال على نفس العمل، لأنك أنت نفسك، أنت مدام نفسك لويت عنانها كل الأمور سهلة. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فأنت متى ما وصلت إلى هالمرحلة لا تخسرها. ودونك أنت الأمثلة بالتاريخ، أبو فاضل إلى اليوم أنت قاعد بماتم، هالمنزلة العظيمة تروح إلى كربلاء وإذا بضريحه مثل ضريح المعصوم أبو فاضل اليوم، مزلزل الدنيا. وصل إليها من وين؟ معرفة النفس ومعرفة المعصوم اللي هو الواسطة ومعرفة الله تبارك وتعالى. وإلا شمر بن ذي الجوشن الضبابي لعنه الله، الشمر من بني كلاب، أم البنين من بني كلاب، يعني في نسب في علقة، بس شتان بين الثرى والثريا. يجي من وراء الخيام، أين بنو عمومتنا؟ العباس يعرف ينادي، مطأطأ راسه خجلان من الحسين مثل الشمر يناديني. قال لي أبو فاضل أجب الرجل وإن كان فاسقا. قام العباس ويا أخوته، ما تريد؟ شوف المعرفة. إن عمي العباس، كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. قال لي ما تريد؟ قال أنا توسطت إليك ويا أخوانك بحكم القربة القرابة، وأخذت إليك أمان من الأمير ابن زياد، وعندك خيارين يا أبو فاضل، إما أن تنجو بنفسك وإما أن تأتي معنا ولك في الجيش إمرا. أبو فاضل بيقول لي الشمر إليك الأمان وخلي الحسين. قال لي جيب الأمان، أخذ الأمان ومزقه. لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، أتأمنني على نفسي وابن رسول الله لا أمان له؟ بعد شوف المعرفة، شوفها. أتأمنني لأن أمي فاطمة الكلابية؟ والله لو ملأتم الدنيا بمثل أمي ما عادلت أمه فاطمة. هذا ولد الزهراء. روح يا شمر. رجع العباس إلى المخيم. يوم العاشر قاعد بخيمة رأسه بين ركبته يسمع ضجة، هذه تنادي عطش.
ويسمع واحدة ساحبة ولدها أو بنتها تقول عندكم ماي، وزينب قاعدة بخيمتها وكل النساء عندها، كل النساء عندها، زلزل خيمة زينب قاعدة ومخلية إيدها على خدها ودمعتها جارية. هذه تقول لها عمتي عندك ماي؟ هذه جايبة ولدها إلى زينب، شوفي ولدي. شوية وإذا بالرباب تدخل عليهم، راحت مباشرة إلى زينب، ما تحجت، خلت الرضيع على رجل زينب وتبغي تطلع من الخيمة. زينب عيونها على الرباب متعجبة من هالموقف، مو متعودة على الرباب. صاحت رباب، وقفت على باب الخيمة، صاحت نعم سيدتي. قالت رباب ما كافنك الأطفال اللي حواليا، بعد جايب الرضيع تريدون تمرمروني، تبغون تقتلوني؟ قالت سيدتي والله مو جرأة عليك يا زينب، لكن أني أم حنون، خذوا طفلكم يموت عندكم. بيموت ولدي يا زينب. زينب هني طالعت الرضيع وإذا برقبته قد تدلت على جانب، يلوك بلسانه. صاحت زينب وولدا، تعالي يا رباب تعالي، وانتين يا سكينة اخذي اخوك على ايدك. وانا الروح يا زينب؟ قالت من روحي لصاحب الغيرة صاحب الحمية ما يرضى. ابو فاضل بخيمته، وإلا يسمع زلزلة جاية إلى زلزلة من البكاء والنحيب. قام أبو فاضل مسرع صاير، وإلا زينب جايب النساء كلهم إلى الخيمة والأطفال من وراهم وهم ينادون العطش العطش. زينب شعدكم؟ قالت أخوي ترضى شيمكم تموت النساء والأطفال؟ إحنا خلنا نموت لكن تشوف ولد أخوك قاعد يموت يا أبو فاضل. قال وش بيدي عليكم يا زينب؟ مو رحت للحسين قلت له رخصني؟ ما رخصني. قالت زينب تاخذ إليك الرخصة يا أبو فاضل، بس جيب الماي. حطت إيدها بإيد أبو فاضل وراحوا إلى خيمة الحسين ويا النساء والأطفال. قاعد بخيمته يصلح سيف، يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراخ والأصيل. وإذا بزينب داخل عليه، إيدها بإيد أبو فاضل، أبو فاضل شال إيده من إيد زينب وطاح على أقدام الحسين يقبلها. وزينب تقول له يا أبو علي رخص أبو فاضل خلي يجيب الماي، فلقد ماتت العائلة، هلكت. ساعة يحب رجله ساعة يحب إيده، انكسر قلب الحسين. قال لي أبو فاضل قوم يا أبو فاضل، إذا كان ولابد اطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء. حصل الرخصة. قام أبو فاضل مستبشر، وصل على باب الخيمة يبغي يطلع من خيمة الحسين. الحسين صاح عليه عباس يا أخوي تعال. قام أبو علي وحضن أخوه مناديا وأخاه، وعباسا. صعد على جواده، صعد على جواده أبو فاضل، نادى أخي زينب، نور عيني زينب، حصلنا على الرخصة يا زينب، وين الجود؟ وين القربة يا زينب؟
يلا يا مولاي خلينا ندخل المصيبة. مأجور مأجور مأجور. يقول يا اختي يا زينب قرب الجود ودن الذرع والطاس والعود ولا من سمعت بروق ورعود قال عسى الوالي لم يعود. صعد على جواده همزه إلى ناحية المعركة. أنتم كفر أم مسلمون؟ أيجوز في دينكم يموت الحسين وأطفاله ونساؤه عطشا والماء مباح تشرب منه الكلاب والخنازير؟ آجركم الله أجابوه بلسان واحد أبا الفاضل والله لو كان وجه الأرض كله ماء وما نزلتم على أمر الأمير ما ذقتم منه جرعة واحدة. نبض العرق الهاشمي بين عينيه سل صارمه الراية رفرف على رأس أبو فاضل قلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة القلب على الجناحين غاص في أوساطهم خرج من أطرافهم. يلا حدر قمر هاشم على جيش العدا وصاد رمح المنية وصار ما بتار لاج مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد متبختر مكيف ملاقى الموت عيد حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافته شعت جبينه وصار ما تذهل بالأبصار من صرخته ذاك الجمع مثل الرحادار فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار بس امتليت اغميد البتارك يا سردة وحسين لازم مركزة وتجري دموع يشوف نسف جيش العدا وفلا الجموع وطلعت حزينة وترتجي قالها يا زينب للنهر حول بجوده أخلى ملازمها عسى تسلم دخني الخيمة وطلبي من الله عوده سورج تراه والذي لعيال جضله نزل إلى الماء عطشان مالت النفس إلى الماء أبو فاضل والله ما يبغي يشرب النفس مالت إلى الماء أراد أن يؤدبها الله تبغين الماء قبل أبو علي اغترف غرفة أدناها من فمه النفس بعد مالت أكثر إلى الماء رمى الماء من يدي يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون و
وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال دين ولا فعال صادق لطاب للماء. بس هيا سبر غرف غرفة يروي عطر تذكر لنا أخوه إحسان بعد دب ملأ القربة صعد على جواده همز إلى ناحية المخيم صاح ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى الحسين أفناكم ماذا نصنع؟ قال ميلوا عليه واحملوا حملة رجل واحد. آجركم الله الجيش مال على العباس فرقة بالسهام فرقة بالسيوف فرقة بالرماح. خاض في أوساطهم أنا ابن حلال المشكلات أنا ابن خواض الغمرات. أوقع فيهم مقتلة عظيمة بينما هو يقاتل كمن له ابن الطفيل ضربه بالسيف على يمين. فبرا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. قاتلهم قتال الأبطال قتال من عاف الحياة أعياه نسف الدماء من يديه والعطش كمن له لعين ضربه على شماله فبرى. آجركم الله صار كالطير المكسور الجناحين. صاح ابن سعد ويحكم ارشقوه بالنبال 4000 رام نبلة في كربلاء. جاءته السهام من كل مكان سهم وقع في القربة فأريق ما هو سهم وقع في صدره وسهم وقع في عينه. وأنا ولي أبو فاضل خجلان من زينب شاعتذر منها يقول يا اختي يا زينب قطعة وشمال ويمين دارت علي صفوف لا تترقبين حال القضايا مخذرة بينك وبيني. كان وقعد فوق الثراسة اللي سكن منكم يا زينب أيست للخيم ما عود جفوفي تراه تقطعت وتمزق الجود والسيف ما ينشال يا زينب والطير ما يطير وجناحه
كاسرين. وش عندك أبو فاضل؟ قال قولوا لأخوي أبو علي. التفت لي جان وقعد فوق الثرى يلحق علي، أبنظر بعيني غرته قبل المني، بلغوا سلامي الوالدة برض المدينة. آجركم الله، أراد أن يقتلع السيف، لا عند لا يمين لا شمال، أخرج رجل من الركاب، جلس على ظهر الفرس، أخذ يجر ذلك السيف، برز له لعين بعمد من حديد، ضرب العباس على رأسه. إذا هذه ونتك عليه عجل أخوه، وش سوى؟ إلا شاف بلا أيادي، مخه قد سال على كتفه. يقول الشاعر الحسين قاعد عند راسه ساعة يمسح الدم عن عيونه، ساعة يقعد يقول لي قوم عادي يا أبو فاضل قوم. يقولوا تعا أبو فاضل، وإذا يشوف الحسين حاط إيده على السام، وإيش تبغي تسوي يا أخوي؟ قال مأذنك ناشب بعيونك. قال خلّي يا أبو علي خلّي. ليش يا أبو فاضل؟ يا خويا السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي، أخاف أنظر إلى زينب يا خويا مسلّب أقبالي. يا حسين ما أقدر أشوف بعيني حالتها، تركض والشمر يركض وراها يجر عبايتها. وبصاط يلوعها وشب النار خيمتها، وبس بالرمح يوكزها تصرخ وين كفالي. أويلي أويلي أويلي، سهم عيني علي يرحام، دخل أقسم بنحراك، إذا شلت أخاف أنظر للمثلث خرق ظهرك. يا ويلي سهم عيني علي يرحم، دخل أقسم بنحراك، إذا شلت أخاف أنظر
للمثلث خرق ظهرك واشوف الشمر بن عالي متربع على صدرك. وبسيفه يحزن احراق ويعلق في رمح عالي مأجور مأجور مأجور. وانا الجفين يا سردال الحرم وانا الجفين دمك صوبين من زنودك يصوب وانا يلا وياي وانا يا سردال الحرام دمك دمك صب ثلاث ضربات مأجور. شهل عجب منك يا شايل رايتي وساقي العطاشة يا علي لكت يا حد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة غارقة بدمك خدودك والنب الجسمك فراشة نخت حسين يا شيال العالم هيا نحسن صذلي بالعين بانشدك يا شهم وانا الجف صوتك وانا الجف الله يعودك دمك صوب ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة صاح يا مظلوم تذري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تروى وينساب وسكنة ورضيعة طفلك يا حسين شعب نبوة النتا طفلك يا حسين وين أرجع وين واروي مهجتا وين الجفين وين ال... راد يفتح حين عيونه ودي ما جامد عليها تحسروا هلا تدموع وغسل دم العين بيها قال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تجيها تعذر لي زين يا خويا بطيحتي تعذر لي زين مالي يدين دعاين حالتي وين الجفين وين الجفين علي دمك صوبين سافح دمه وصافة شفة وظل على عضيدي تلوار قال خل على الشارع جثيتك ما هي مروار
الورد أشيلك للوادي ونقضي حقوق الأخوة وبدمع العين لا غسل طبرتك يا نور العين يسراك منين أجيبه يمنيتك وين الجفين وين الجفين دمك صابان لا يا ابن امي تقل ما جبت عباس لنا اول تالي يا اخويا الماي صارك شر علينا حيف يا شايل حملنا حملنا ابو الفضل راح من دينا